مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم تلت مشكل. بنقدم لكم فيه فقرات كتيره خفيفه ولذيذه، وهيكون معانا اخبار وترندات ومشاهير بتحبوهم. هيكون معاكم نادين محمد ويارا هاني. مساء الخير يا يارا. مساء الخير يا نادين، اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم تلت مشكل. حابه ابدا اول قبل ما ابدا اول فقره لينا، حابه اوجه تهنئه للمملكه العربيه السعوديه بمناسبه اليوم الوطني. مرة 23 سبتمبر ليحقق قصة 90 عاما حب. كل عام والسعودية تعانق السماء، كل عام والوطن اللي لقينا فيه الأمن والأمان بألف خير، كل عام وطننا الثاني وبلاد الحرمين بأمن وأمان. دمت سالمة، وأسأل الله أن يحفظ المملكة وجيشها وشعبها وملكها. دمت لنا وطن ثاني. وبما أني كنت عايشة هناك فحبيت أوجه التهنئة بلهجتهم. نبدأ أول فقرة معنا. هنبدأ بأول خبر من فقرتنا. شهد أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح عدة مشروعات بقطاع البترول بمسترد. وخلال الافتتاح وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل ونصائح للمصريين، أبرزهم يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وأن المصريين استطاعوا اجتياز أزمة فيروس كورونا بفضل وعيهم. وأيضا من ضمن إنجازات الدولة أن الدولة أنشأت 22 كوبري بطول 400 كيلومتر في 6 أشهر فقط داخل كتلة سكنية صعبة. وأيضا من أجل حل مشكلة منطقة شرق القاهرة تم إنشاء 40 إلى 50 كوبري. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء وإعلانها للشعب. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار صرف 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن هناك قطاعات لم تتمكن بالعودة إلى العمل زي قطاع السياحة. ومن أبرز هذه الرسائل أيضا الذي قالها الرئيس السيسي أن أي إزالة تتم بدراسة، ومش تفتكروا أن احنا بنسيب الناس بنخرجهم من بيوتهم وبنسيبهم في الشارع، بالعكس بيعيشوهم في مكان أفضل. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي في مقر الوزارة أن المواطنين مقبلين على التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وأعلن أنه سيتم مد الفترة إلى نهاية شهر أكتوبر بدل من شهر سبتمبر. وبكده تكون فقرتنا الأولى خلصت، وهيكون معانا في الفقرة التانية ضيوف خفاف ولذيذ. استنونا بعد الفاصل. مساء الخير مشاهدينا، ورجعنا لكم تاني ومعانا شابين موهوبين ودمهم خفيف وعندهم أفكار ممتعة وتقديمهم لمحتواهم بطريقة كوميدية، والكوميديا هي المهارة الأساسية للزوزات زي الأبحاث اللي ربكتنا وتكبيرات العيد اللي اسعدتنا. كان اسلوبهم جديد ومتميز جدا. تعالوا نشوف معانا هل فعلا بيبدعوا. منورينا. ربنا يخليك يا رب. ايه الجمال ده. الله يخليك على ايه. ربنا يخليك. بالظبط منورتنا. هي معانا مازن ومعانا معاذ. ممكن تعرفونا بنفسكم كده في الاول؟ زي ما انت قلت. هو احنا اول حاجه بس هنعرض لكم كده فيديو. تمام؟ تمام تمام. هالفيديو ينزل وبعد كده نعرض لكم فيديو وبعد كده نبتدي مع بعض الحلقه. اوكي. يا اسطى بعد اذنك قوم جيب لي الشاي. لا ماليش دعوه، قوم لنفسك. هو يا عم اللي قوم جيب لنفسك؟ انا مش جبتولك امبارح. انت زعل ايه يا عم؟ انا اللي مولع النور بتاعك. بقول لك ايه يا عم، قوم جيب لي الشاي. مش هجيب لك. وانا اللي فاتح لابوك امبارح لما خبط. انا نزلت انت مع الحاجه لما فتحت لنا الباب. وانا اللي جيت رديت على امك لما جيت ابتديت عليك. وانا اللي فتحت كسرت طبقين في الحاجه. وانا اللي عملت لك السحور. وانا اللي جيب لي الشاي بتاعك لما اجيب سكر. لميت الفطار امبارح بعد ما خلصت. انا لميت الفطار امبارح. الزبادي بتاعتك لما جاب معلقه انا اللي كنت جايب المعلقه. يا عم قوم جيب لي الشاي. انا بقول لك حاجه، اقسم بالله انا اللي مروق السرير امبارح. وانا اللي كنست الشقه بتاعت كلها امبارح. طبق الدولاب كله اول امبارح. الازايز كلها امبارح. مين لاش الغسيل يوم امبارح؟ اقسم بالله انا اللي لميت الغسيل، اقسم بالله. يا اسطى بقول لك قوم جيب لي الشاحن. انتوا انا نازل عليكم. طب عبروني. طب ردوا عليا. مش هنجيب حاجه، انا ماليش دعوه. مين مال الازاز؟ مين اللي مال الازاز اول امبارح؟ كان دور مين؟ تعيلي معانا يا ماما، تعيلي معانا. ولا قوم جيب لي الشاحن. اقسم بالله ما جايب حاجه. غير المقدمه اللي احنا قدمناها لكم، انتوا بقى تعرفونا من نفسكم، من دراستكم، من كل حاجه. مين معاذ ومين مازن؟ ده معاذ. مين هيبدا ومين؟ انا معاذ وهو مازن. احنا الاثنين بندرس بيزنس قد بعض في نفس السنه الدراسيه. هو اكبر مني. هو في نفس في سن بعض في نفس السنه الدراسيه. احنا مرضين في خمسه. خلاص اوكي. اوضح اقول 23. ماشي. بس احنا بنوصف الواقع، او يعني بنحاول نوصف الواقع كله اللي بيحصل معانا بره البيت وجوه البيت
اذا كان بقى في المواصلات بره المواصلات في اي حته في المواصلات الحاجات دي كلها المواقف الحياتيه بتاعتهم المواقف الحياتيه كلها بقى اللي يعني بتحصل مع الناس يعني حتى كدراسه كشغل فيديو بصوره كده يعني تكون لطيفه او حاجه بسيطه مش عايزين نسميها حاجه كوميديا على قد ما نسميها ان هي بطريقه لذيذه شويه بس مش اكتر يعني. انتوا بدات اول فكره بقى ليكوا ازاي امتى كانت من مين فيكم؟ من سنه واربع شهور كنا اصلا المفروض كنا نبتدي فيديوهات من بدري قوي. الموضوع كنا مخططين له تخطيط كامل يعني احنا كنا عايزين نبتدي في موضوع الفيديوهات ده من بدري قوي. ابتديناه من حوالي مثلا سنه وثلاث شهور اول ما حسينا ان احنا جاهزين ان احنا نعمل حاجه زي دي وكنا بدينه برضو بنفس يعني نفس الحاجه اللي احنا بنعملها دلوقتي مواقف بتحصل معانا. كنا بدينه فيديوهات عن الجامعه تقريبا اول حاجه خبطنا بدكاتره الجامعه خبطنا في دكاتره الجامعه بس هم دكاتره يعني لقينا منهم تقبل للحاجه زي دي والمعيدين برضو لقينا منهم ان هم قابلين حاجه زي دي شيء كويس طبعا جدا ده الحمد لله حاجه حلوه الحمد لله. عملنا نفس اللي كانوا بيعملوا المعيدين في الامتحانات والمراقبين والكلام ده كله يعني بس يعني ازو الزيت واخترتوا الاسم ده ازاي؟ والله ده واحد بص قال لك شغال في سوبر ماركت هو انا الناس بيقولوا لي ازوز وبيقول المعز ازوز احنا في حد عندنا تحت في الشارع عند سوبر ماركت فكل ما شفنا قال لي ازوز زاد فاحنا كنا عايزين نبتدي بيج فاول ما عملنا البيج قلنا عايزين حاجه تجمع بيننا احنا الاثنين فاحنا كنا بنحب قوي نعدي من قدامه احنا الاثنين عشان نسمع وهو بيقول لنا الجمله دي فروحنا عملنا على طول اعتمدنا اسم خلي بالك الاسم مضايقني جدا بس انا يعني بعد ما مشينا بقى في الموضوع خلاص هو قال انا هحط الاسم البيج دوت في البدايه احنا كنا عايزين نعمل بيج ومش لاقيين اي حاجه افكار عارفه قعدنا نقول معز ومازن طب لا يعني هو اللي كتب اسم البيج هو اللي ندمان عليه انا مش طب مضايقك ليه ايه اللي خلاك عشان الناس عندها لدغه في حرف الزين طب بالعكس احلى حاجه بيسترسلنا على الزين كده بنتكهرب واحنا واقفين حد يسرق الزين طب ايه كان رد فعل مامتكم عن اول فيديو تروحوا تقترحوا عليها ان هي تقدموا معاكم هل وافقت بسهوله؟ ما اقترحناش احنا غفلناه فيه امر واقع وكان خناقه كبيره بيننا ازاي تنزلوا صورتي اتفاجئت ان هي طبعا عملت ريبورت للصفحه بتاعتنا ولقيتها بعت مسج على الصفحه بتاعتنا احنا كان مثلا في ناس الفيسبوك ماسك الصفحه بتاعتنا قالت لهم بعد اذنكم تقفلوا قناه ولادي ايوه يعني في فكره ابتدى مع الضيوف كانوا موجودين عندنا كان في فيديو الضيوف ومش عارف اخذنا بتاع قصدي اللي هو بتاع الصحون ومش عارف ان انا ما تغسلوش مش عارف ايه الصحون مش مشكله المواعين المهم اتخانقت معانا خناقه كبيره مع ان الضيوف كانوا يعني الضيوف عندها قعدوا يضحكوا متقبلين اللي انتوا عملتوه دوت وازاي تعملوا تعروني والفيديو يتمسح الفيديو نزل ضارب يا ماما طب بعد اذن الناس حتى مبسوطه لا تعريتوني وعايزه تشيل الفيديو تاني هي ظاهره بصوتها مش بشكلها لا هي متضايقه احنا متضايقه حتى كمان احنا عملناه مع الضيوف تقول عليك بس بعد كده اتقبلت ده الضيوف متضايق يعني طنط سوزي راحت شالت الفيديو مش عارف انا امي اتضايقت ليه يعني حتى ورا الضيوف ولا مامتك كانوا عارفين ان انتوا بتصوروا اصلا لا خدوا هم خدوا بالهم من زاويه الموبايل بس فاجئ ان هم بنصور ستوري او مش بنصور فيديو يعني اتفاجئوا بقى كده بالفيديو ماما اتفاجئت ماما لما لقيت الفيديو نازل على الفيسبوك كان ساعتها في رمضان قطعت تقريبا كان صلاه التراويح واتخانقت معانا احنا ومش هينزل والفيديو هيتشال انا امي دلوقتي هي معديه من الصلاه فاتحين الكاميرا تقوم معديه كده فاتحين الكاميرا ولا فاتحين اقول لها لا يا امي امان تقوم معديه فخلاص احنا اتعودنا ان احنا بنفتح كاميرا 24 ساعه ايه الفيديو اللي كان سبب شهرتكم فيديو الميكروباص اول فيديو نزل ضرب على الصفحه كان فيديو الميكروباص اللي هو حضرتك هتاخد حقنة ده لو انت مش عارف كان هو ده الفيديو يعني كان اول فيديو ضرب لينا وتاني فيديو كان موضوع الازازه كنا عاملين تشالنج كده كانت المفروض هتنزل وانا اتغبيت وانا بحذف الازازه فوقعت اللمبه كسرتها وكسرت في دماغي ده كان حقيقه ده لا انا عديتها 3 ايام ساعتها دي كانت تشالنج اصلا كنا عاملينها كنا هنعملها على الانستغرام ستوري على الانستغرام يعني الناس يقلدونا فيها فلما لقينا الفيديو لما ركبناه لقيناه شكله حلو يعني بس فقعدنا عن كده بعديها 3 ايام يعني على كده انتوا فعلا فيديوهاتكم كلها حقيقيه مفيش حاجه تمثيل لا في حاجات مش كلها حقيقيه لا طبعا مش كلها حقيقيه في حاجات كتيره جدا يعني فيديو السباك مثلا لما السباك دخل علينا ومش عارف ايه ده كان انا لقيت الموقف ماما عايزه تطلع وعايزه هو الصابون كله عليه وعايزه تطلع عشان السباك يخش يصلي طب ما تستني 3 دقايق هيشطف الميه وخلاص ويخرج لقيت الموقف لازم يتصور ما ينفعش ما يتصورش روح جايب الكاميرا على طول تصور والسباك عارف يعمل كده الافكار اللي بتجيلكم من احداث بتحصل معاكم فعلا ولا من اللي حواليكم الافكار ديت احنا دي طريقتنا في البيت اصلا يعني هو اللي احنا عملناه في الفيديوز دي حياتي انا ومعاذ يعني احنا ده احنا في البيت فبناخدها بنعملها احنا بطريقتنا بس هي مستوحاه من طريقه احنا اصلا شفنا ان الناس كلها شبهنا يعني يعتبر الحياه الطبيعيه قوم هات لي اعمل لبابا كوبايه شاي ده تقريبا مصر كلها بتعمل كده يعني دي فعلا حقيقه بالظبط مين حبيبه والله العظيم اللي كتب السيناريو هو الشخص ده وهو اللي حط قال لك انه يا حبيبي هو لايق فاهم هو لا ان هو بالظبط الايقاع والتيمبو مش عارف ايه شغال الله اعلم ممكن يكون فيه ما اعرفش انا ما اعرفش حسين اسمه حبيبي على فكره
بصراحه اقسم بالله ما اعرف حد اسمه لحد النهارده، ما اعرفش بنت اسمها حبيبه لحد النهارده. والله معلش ماشي. اتخانقتوا او اختلفتوا قبل كده على فكره فيديو؟ كتير بدون الضحك ده. لا احنا بنختلف على دخله الفيديو. فكره الفيديو ايه؟ بصي اقول لك على حاجه، احنا بنلطش لبعضنا احنا الفكره تمام بتتجاب والسيناريو تمام بيجي. الديالوج اللي جوه الفيديو احنا بنقعد اخواتنا بقى كلهم كده ها نحط الكلمه دي، فانا هو احنا بنقعد نتخانق، فاخواتنا بقوا بيقعدوا علشان هم يحكموا بينا علشان منع الخناقات. انا ما عايز خناقات تبقى الرب السماء. هم الفصل اللي ما بينكم هو ده لينش اللي اخواتكم يقولوها. مش كده، انا ما بحبش يعني الحاجه اللي تمشي رايي عليا، ومعاذ ما بحبش حد يمشي رايي عليه، فبنجيب بقى حد تاني يقول لي يقول رايه، فاهمه؟ احنا اتنين عناديين قوي يعني. هي الفكره كلها هنا. طب مين اكتر واحد فيكم بيقترح الافكار؟ بصي هو اللي فينا بيقترح فكره، الثاني بيجيب السيناريو. هي ماشيه كده. بص اللي بيجيب بتقسموها. يعني اللي بيجيب الفكره الثاني يجيب السيناريو. يعني لو جبت فكره انا اللي اجيب السيناريو. بجيب الفكره وام بقى نايم كده خلاص انا عملت اللي خش انت بقى. بتقنعوا بعض بالفكره بسرعه ولا لازم تقعدوا تتناقشوا فيها؟ الفكره لو حلوه هي هتقنعني من اول ما يقولها اصلا. طالما لقيتها خطفته بعرف ان هي فيديو هينزل يضرب. قال لي طب ممكن نعملها كده، بعرف ان فيديو يعني ما تمام يعني. وفي افكار بنجيبها من سارة بعديها بثلاث اربع شهور لحد ما الفكره تستوي بتاعتها. يعني في حاجات احنا كاتبينها من زمان قوي بس ما عملناش. هل بقى مامتكم بعد كده تبقى من ضمن المناقشات اللي انتوا بتقعدوا الناس تاخدوا رايهم فيها؟ لا ولا مستحيل؟ هي اصلا ده في فيديو قوم هات لي الشاحن ده، ام قصدي ايمن بقى كوبايه شاي. انا تقريبا كلنا ضرب اليوم ده، انا فاكر كانت بتصلي التراويح ساعتها، كان في رمضان. كانت بتصلي، لا كانت تهجد، كان بالليل. كانت تراويح وقامت انتوا وهي مش عارفه تتكلم في الصلاه، عماله سبحان الله من جوه سامعينها، وصوت عمال يطلع في الفيديو. الله اكبر. الفيديو ده احنا عملناه بالظبط في 6 ساعات يعني، فساعات من جعر كده، فاحنا خلصنا الفيديو وترمينا نمنا على طول. جات لكم الجرأه ازاي تنزلوا بالبطاطين في الشارع؟ دي بقى عملتوها ازاي دي؟ الفيديو عملناه تقريبا في حياتنا. هو فيديو المترو. نزلنا الساعه 8 الصبح. انا عايز الناس كلها بصلنا اصلا. ما طبيعي. بالبطاطين حاجه غريبه كده. والمشكله احنا نزلنا في وقت مروح جامعات ووقت مروح شغل ومدارس، وكنا في موقف كمان فكرنيش بالفيديو. ما في ايه يعني. هل انتوا فعلا نزلتوا رحتوا مثلا البطاطين دي مكان ولا بس كتصوير ورجعتوا؟ ده احنا لفينا بيها من ده لبنان كلها تقريبا. احنا مشينا بيها من ده لبنان كلها. كان ساعه اصلا قلنا مصلحه يعني. وفيديو برضه الميكروباص المترو كان من اصعب الفيديوهات اللي احنا عملناها يعني. انا نزلت في محطه من دون ذكر المحطه يعني، بس المحطه كانت زحمه جدا، وانا نازل من المحطه زعقت جامد والناس كلها نازله ورايا في ظهري، في كل اللي واقفين بقى في المحطه اللي داخل المترو واللي خارج من المترو. والفيديو يعني اخذ 8 ساعات تصوير، فلما خدنا اللقطه ديت واحنا كنا بنتنطط في المترو، الناس كلها جايه بعد وصلنا كده مش طبيعي. ما رحنا ما دخلناش المترو تاني بعديها بقى. خلاص الحمد لله. خلاص كده احنا وصلنا. كمان كانت جايبانا. راحوا فين مودي وبوبس؟ وهل بتفكروا تعيديهم تاني؟ مودي وبوبس، مودي وبوبس دوت على فكره هو مش فكرتنا يعني، مش فكرتنا اخويا دولت، افكار اخواتي الصغيرين يعني. اخواتي الصغيرين بيسان وجانا عندنا اختين صغيرين، هم بيقعدوا معانا في كل فيديوهاتنا وبيحبوا اصلا، وهم عندهم موهبه بشع يعني. جانا اختي تلاقيها ممكن تقول لها عيطي لي تعيط لك، هم ما شاء الله. فهم اللي اقترحوا علينا نعمل حاجات الاطفال دي، هو احنا اللي جبنا السيناريو يعني بتاع، بس هم اللي اقترحوا علينا. وهو فيديو كان حلو جدا، حتى في تصوير احنا بنصوره كان جميل يعني، كان بيضحك. ظهرتهم معاكم قبل كده اخواتكم؟ فيديو اللي هو بتاع كان في ظهروا فيديوهين تقريبا. احنا عارفين ان انتوا صوتكم حلو، ما اتجهتوش للغنى عشان الموضوع فيه شك بسيط يعني. احنا برضو يعني بنقلق برضو من حوار ان يبقى مغنى ومش عارف يعني. الناس بيقول لك ان في اراء ان ممكن يبقى مثلا مش عارف في حاجه الموسيقى في حاجه وكده، بس فاحنا برضو يعني خايفين برضو لو اتاكدنا الموضوع قطعا هنبتدي في الحوار. حاسين ان موضوع الفيديوهات ده احسن بكتير يعني. طب انتوا حابين بعد كده بقى ان انتوا مثلا يعني تغيروا من محتواكم شويه، تفكروا مثلا تخرجوا خارج الصندوق ان انتوا جو المحتوى البيت وكده، يعني تفكروا في حاجات تانية؟ بنفكر، بس هو اللي حجمنا شويه برضو الامكانيات. تاني حاجه الوقت. تالت حاجه موضوع ان الموضوع بيبقى صعب قوي يعني. انت مش متخيله انك تجيبي فكره وتكتبيها سيناريو وتقعدي اصلا انت مش مقتنعه بالسيناريو. احنا ما بيقنعناش اي حاجه يعني، مثلا حاجات كتير قوي يعني على البيدج عندنا مش عجباني اصلا. احنا ماسحين فوق 16 فيديو اصلا مثلا. بس البلس اللي احنا على اليوتيوب بدانا نعمل كونتنت مختلف غير بقى البيوت وكده، مواقف بتحصل عموما، وبمونتاج بتصوير بسكتش، يعتبر بيبقى سكتش كامل عباره عن يعني فيديوهات كامله تقريبا. غيرنا على محتوى الفيسبوك ده غير ده بينزل، فالموضوع برضو ضغط علينا كبير قوي انك بتالفي كونتنت هنا وكونتنت هنا، فالموضوع صعب جدا يعني. في مشكله واجهتكم كانت هتخليكم ما تكملوش؟ كتير مشاكل. هي مشكله واحده احنا يعني الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى، من اول ما ابتدانا ما شفناش كومنتات سلبيه الحمد لله، بس كان ما شفناش كومنتات اصلا. لحظات كلها جايه من اهلنا ومن صحابنا، فدي كانت حاجه مزعلانه نفسيا جدا قبل الشهره. احنا قعدنا فتره كبيره جدا قبل ما نتشهر يعني، فالموضوع ده كان يعني حاسس كان صعب. كان صعب ان انت تلاقي مثلا تعرفي ان اصحابك بيتكلموا عليكي اصلا. انت ايه القرف اللي انت بادئه يعني؟ لو انت بقى مشهوره والناس عارفاكي وي خلاص الموضوع مش هيفرق
معاكي، احنا كنا في بدايتنا ما محتاج اللي هو حد يقول لي كملوا بالظبط، ما انتوا كويسين، الفيديو اللي فات عجبني مش عارف ايه، كان صعب قوي. طب انا بما ان انا عارفه جامعه مصر كويس قوي، انت موفقين ازاي بين كميه الكوزات وبين التصوير والمونتاج والافكار؟ بس انتوا بتقولوا الفيديو بياخد بالستة وبالثمان ساعات، ان الجامعه صباح الخير يلا كوز. لا حوار الجامعه ده احنا مهندلينها كده، احنا مظبطين. ما تقولش ما تحضروش والله. لا اقول بيحبك قوي. هتترفد خلاص، مش هقول لكم بعدين، مش مهم يعني، هقول لكم بعدين بعد الحلقه نعرف السر ده. اكتر كومنتات سلبيه اثرت فيكم؟ لا الحمد لله ما شفناش كومنتات سلبيه. لا ما يعني حتى اللي بنشوفه حاجات، يعني حاجات ممكن تبقى مثلا حد اللي هو انت حد اوفر، حد عامل اكونت فيك وداخل عايز يلطش في اي حد. لا ما لو لقى صوره بنت جميله صغيره هيخش يقول لها القرف ده. يعني دي الناس اللي بتكتب كومنتات سلبيه، لكن كومنتات سلبيه كومنت يعني كومنت بناء لا. احنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى بنلاقي مسجات جايه على صفحه كتيره، او يعني ناس كبيره احنا وعيالنا بيحبوكوا جدا، واحنا واللي معجب بالموضوع ان احنا ناس كبيره هي اللي عارفين، يعني مش بالظبط كل يعني مش يعني مش ناس اطفال صغيرين كل بفضل الله، يعني دي حاجه كبيره جدا يعني الحمد لله. طب بتاخدوا بقى الكومنتات الايجابيه ازاي؟ بان انا لما دخلت على صفحتكم ما شاء الله لقيت اكتر الكومنتات ايجابيه، طبعا ما لقيتش حاجات سلبيه اصلا، فانتوا بتاخدوها ازاي؟ بيبقى ضغط كبير قوي. لا مسؤوليه، يعني هي مسؤوليه قوي، مسؤوليه ان انت عايز الناس دايما تكون صح، حطوك في زوم معين كده الموضوع صعب بطريقه صعبه. انت لو ضحكتيني مره خلاص انا خدت عنك فكره انت بتضحكيني، ما ينفعش بعد كده بقى تخليني اشوفك في حاله تانية يعني، او ما ينفعش ان انت يبقى دمك تقيل بعد كده، فاهم؟ بس اتجهتوا للفيديوهات بهدف الربح ولا حابين الموضوع؟ باهداف كتيره. اول هدف ان احنا كنا عايزين نبقى اشهر اتنين على الكوكب تقريبا، دول الاطفال بقى اكتر انسان مشهور وسوبر مان وحاطين كده. بس لا بس احنا في دماغنا حاجه كويسه قوي، في دماغنا ان احنا عايزين نوصل لمرحله الناس تاخدنا قدوه، يعني الناس تتغير لما تشوفنا، الناس كلها تبقى طموحه، الناس كلها تبقى ناجحه، الناس كلها احنا ان شاء الله نوصل لمرحله وهنبتدي نقوم الناس معانا في حياتنا، يعني ده هدفنا فعلا، ده هدفنا ان احنا نقوم الناس كده. يعني نغير فيهم حاجه، اللي مكتئب مثلا ما يكتئبش، لا يبسط ينزل يعمل حاجه يتحرك، اللي ما بينزلش جيم، اللي مش عايز يبتدي دايت يبتدي دايت، اللي مش عايز مش عارف كده يعني. بس تشجيع برضك للناس وبتفيدهم. تشجيع بجد. انا حاسس ان طالما احنا بنعمل حاجه كويسه لا الناس كلها تعمل نفس الحاجه الكويسه بالظبط. طب هل انت لو انت تاخد السوشيال ميديا بعد كده كهي بقى مجال اساسي في حياتكم او كداعم ليكم، مش هيبقى في مثلا شغل ليكم جنب السوشيال ميديا؟ احنا كده اصلا بنشتغل، بس هي الفكره كلها بنروق لهم كتير قوي، انا لسه واخد 20 امبارح في الاوضه. بس الشغل التاني لا حلو والله. السوشيال ميديا انا شايف اصلا السوشيال ميديا دي شغل كبير مش شغل قليل قوي يعني خالص. خلينا اصلا مش عارفين نهرش يعني. اهم من شغل كتير يعني. انت لو نجحتي في حاجه زي السوشيال ميديا انت تقدري تاثري على شخص، يعني ممكن اثر عليك بالظبط. بس فحكايه ان انا ممكن اكون مؤثر او اثر عليكي دي كبيره قوي. بس الموقف اللي خلتكم تطردوا من البيت؟ لا دي مواقف كتيره بقى. لا نحكي بقى، احنا بنتكلم بسبب ومن غير سبب كتير قوي. لا صباح الخير كده اطلعوا بقى. ثلاث ايام قعدنا 3 ايام عند تيتا، وتيتا اتكلم ماما تهديها. اللي حصل ايه تاني خلانا نطرد يا معاذ من البيت؟ هي بره عن الفيديوهات يعني؟ مره ولا الفيديوهات كده وانا صغير؟ او مثلا يعني مره عملت وانت صغير؟ كويت السجاده وانا صغير. كويت السجاده؟ مازن كوى السجاده. لسه موجوده السجاده دي لحد دلوقتي. لا في حاجات كتير قوي طردنا، بس كفيديوهات في الاول خالص امي بصراحه كانت ضد موضوع انها تطلع خالص حتى بصوتها يعني. خالص مفيش. كان بتضايق قوي يعني. انا مالك بقى الناس هو احنا نحبك قوي يا طنط. ده في بيبقى تمام الموضوع إيه؟ بقى يلا ماما دايما تقول لي على فكره الفيديو ما جابش عشان انا ما شرتوش من عندي، وهي ماما اصلا عندها 3 فريند من انا ومعاذ، 3 انا وهو وحد تاني ابن خالتنا. بس بقت واخده بقى ان هي بقى خلاص بقت مشهوره، وان هي لو شارت الفيديو خلاص هو كده وصل للعالميه، احنا الترند. هي اللي بتيجي تطلبها منكم يلا نعمل فيديو؟ لا طبعا لا خالص. ماما احنا يعني بنرشيها يلا ماما عشان طالع معانا في الفيديو دوت، وسموها اقراي بعد اذنك السيناريو ده كويس واحفظيه. تقول لي حد يشمل عليها حاجه، انا هجيب انا من دماغك. ماشي ماما خلاص هات انت من دماغك. هي بتتشرط يعني. طيب دلوقتي احنا هنبدا كده فقره العاب خفيفه ولذيذه مع بعض، وعايزين تمثلوا لنا فيلم. انا امثل مش هتمثلوا بمعنى التمثيل يعني، انت هتمثل لاخوك المفروض هو اللي يعرف والعكس. تمام انت اللي هتشوف الفيلم. ماشي وريني خبيه. طب ده يتعمل ازاي ده؟ انا ما تقومش ها مكانك يعني. ماشي ما تقلقيش مش هفضحكم. ماشي بصي لي. ماشي فيلم من 4 فيلمات من 3 يا ابني دول. تمام اول فيلم لا خلينا في تاني كلمة ستيتش. يا ستيتش حب. ايوه اول كلمة الله كلامي
ده ايه بقى؟ مايك هنا هنا ايه بقى دي؟ قربت قربت ها؟ حاجه زي اللي احنا فيه ده تسجيل استوديو كرفان كرفان ايه؟ كرفان حب ايه اللي كرفان؟ حكايه حب قصه حب قربت مسلسل حب فيلم حب هو فيلم زي ما احنا قاعدين فيه وحاجه قريبه من حاجه انت مش عارف اسم الفيلم احنا نسيت ما يا عم يا لو مكاني مش انت قربت ها ما تعرناش بقى مشكله حب ايوه ما هو استوديو مكان انتاج استوديو 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 مشكله احنا ما اتفرجش على افلام الوقت قرب يخلص يعني ايه استوديو قولوا هم الهم انت معك 30 ثانيه اذاعه حب برافو والله دي رتبه هو قالها له على فكره والله العظيم لا طبعا لا طبعا قلت له برافو انا قلت له شفتك معاذ تاني واحد على فكره ده موضوع تعبير انت عملتها له كده لا انت عملتها له والله العظيم فعلا ما شفتها تاني واحد مش اول واحد تاني واحد بص العلم بقى بيفرق طب ما هو شافها بص العلم لا ما شافهاش انا عامله لك الورقه كده وانا بديها لك ما شافهاش شد اجزاء لا انت متاكد انا شفتها والله العظيم ما شفتها يا جدعان جامد العلم هنا بيفرق انا متعلم هو جاهل ابني جاهل عشان نفس الكليه نفس الكليه نفس السنه يعني جاهل فين بقى انا اشطر منه على فكره ما بذاكرش اشطر منه في ثانوية عامة انا جبت 72% وهو جاب 72% انا اقسم بالله والله كنت بصحى اقول له والله الله يعينك يا اسطى والله اقوم نايم تاني قاعد بيذاكر هو طيب. جاب نفس المجموعة بتاعي في الاخر ما شاء الله كمان طيب دلوقتي هنبدا فقرة افلام هوريكوا ايموجي هو اول حاجة مرة هيبقى ايموجي فيلم ومرة هيبقى ايموجي مثال ماشي. وانت تعرفوه تحلوه ماشي. ماشي ماشي بس يعني الحل الاول ده فيلم يعني؟ لا مثال 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 الكحكة في ايدي اليتيم عجبك الباب اللي جالك منه ريحه الدوز تريح انت ممكن تمسكوه تاخدوه تتفرجوا عليه براحتكم الاول وريه معلش للكاميرا عشان يكونوا عارفينه بص هقول لك على حاجه ده انت طلع من داره متقل مقداره لا طب فين داره وفين مقداره ركزوا على الايموجي الموجود مش عارف دي مظبوط ماشي ده قشطه ده هو بص ابتديها من عند اللسان اللسان من عند اللسان لسانك حصانك انسان تصانك برافو يا ابن اللعيبه قلت لك العلام بيفرق والله العلام بيفرق يا جماعه العلام بيفرق العلام بيفرق الحمد لله تاني حاجه فيلم ورينا الكاميرا يا ريت تجيبه الاول معانا عروسه مستخبيه جن والانسان انس والجن على فكره ده مش شكل جن هو سمير وشهير هو وبهير. حاجه زي الجن سمير وشهير وبهير فين في ده فين هم العروسه عروسه ملبوسه لا ما فيش عروسه ملبوسه خالص بس ينفع على فكره حد يقدمها هو حاجه زي جن زي ملبوسه حاجه زي كده ايوه بعد اذنك الانس والجن لا لا الجن والانس طب فين الانس في عروسه في الموضوع وانت يا جدعين دي واحده ايوه بتاع يسرى بتاع يسرى ايوه بتاع يسرى لا المعويذه لا هي واحده هقول لك انا هي واحده تقريبا دي عروسه يعني لاحظوا بطل دي عروسه اوكي في عريس من جهه امنيه لا اللي جاب الجهه الامنيه في العفريت هو ده عفريت ايوه هو حاجه زي اللي قلت لك عليها انت قلت لي وخليتني اديتك اول جزئيه كده ما فضلش غير كلمه واحده تركز في العروسه ده بس هسهلها لكم لا بجد كده ما ينفعش بقى احنا عرناها العالم فين فين العالم بقى ده اسم فيلم يعني الوقت قرب يخلص عفريت دي ايه دي عروسه دي متجوزه عفريت عفريت من قرب هو حاجه زي متجوزه بقى اللي متجوزه دي بالنسبه لك ايه مطلقه لا لان انا طلع بعتها فعلا 3 شهور والله انا جوزها اللي متجوزه دي بالنسبه لنا ايه جوزها نتكلم في الموضوع ده تحبوا نتكلم اتفضل يعني عفريت اللي متجوزها دي بتخلي تبقى ايه لا حامل لا عفريت مراتي يا جماعه خلاص ايوه عفريت مراتي صح عفريت مراتي انا قلت عفريت مراتي ده انا قايلها من الاول ايوه عفريت احنا قايلينها انت تقول لنا طبعا انت طبعا احنا قايلينها من الاول فعلا اول ما اتعملت على فكره طيب معانا برده فيلم بس مش هينفع اديك الورقه عشان الكاميرا دي بال نوم في العسل لا العسل في النوم النوم في العسل النوم في العسل صح ايوه صح سوري انا ما ركزتش لا ايوه يا ابن اللعيبه معاذ النهارده هيتصور معايا انا واثق انا واثق طب ما تجيبوا لعيبكم بس انت مثلا مثلا ها قبل ما تقول الكاميرا سقف سقف اوعى توقف سقف او باي باي ايه على فكره ده مثل ده سلام سلام, سلام, سلام مش هسلم كلام مش هسلم بيت العالمين ابدا من الاولى الايد هنا ديت صح ايوه الى اللقاء يا صديقي حتى لا ريلي دي 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 معنى باي ولا سلام ولا دي سل ايد دي عارف انت معاذ اللي هو بقول لك ايه شكرا يا صاحبي دي ايد وده حد بيسقف يعني بص شويه هتقول لكم المثل انا فضلت ليه الواحده ما تسقفش يا جماعه والله يا جماعه برافو يا جماعه العالم بيفرق عشان على فكره بفكر في المونتاج اللي انا عامله لما اروح عشان مونتاج ده فيلم يا جماعه الكاميرا ده عالم اليمن ده عالم اليمن انت متاكد امارات دبي
دبي في النور. الهند. الهند. ليه جحيم الهند. ليه حبيبتي؟ صور معايا انا بقى. ماشي انا هاخد صورتين مع بعض مفيش مشاكل. لا انا الموضوع حلو قوي. ورينا فيلم. فيلم. فيلم كاميرا. هو برنامج ليه وقت. البرنامج ليه وقت بس انا ما تقلقش. وقت للاجابه. وكمان الاجابه ليها وقت اصلا. فيلم. لا انا قصدي يعني نمد الوقت شويه مثلا نزود نص ساعه ولا دهب. ده دهب ده تمام. ده بيانو وده بيانو ده مش بيانو ده بيانو ده جسر شاطر برافو ده جسر. اكبر ايوه كمل دهب جسر ماشي ماشي على الجسر يقدم هي لا قربتي من المشي الجسر ايوه بس المشي ماشي في الجسر حافي القدمين لا انت بتجيبي الاسئله ايوه حافي بتجيبي الاسئله ايوه 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 حافي على الجسر ايوه حافي على الجسر حافي على الجسر والذهب بالذهب على جسر الذهب حافي على الجسر حافي على جسر الذهب انت محترم انت جميل والله والله العظيم هو الوحيد اللي مش سعيد يا جماعه على فكره ده شاطر قوي انت ممكن تغش منه لا من ورا الكاميرا كل حاجه اوكي الكاميرا مساعده ما هو المثل ده مش مكتوب عليه عادي فانت كده انت اهو انت اول واحد عجله العجله من الشيطان برافو شفت مش بقول لك انت انا مش هقول يا جماعه لا انا مش هقعد مع معاذ ثاني على فكره والله لان فعلا ده فرق اختلاف دراسه مثل الكاميرا حد من هالشكل الحلقه قبل ما تيجي الكاميرا انا مش مقتنع بكل اللي انا شفته ده ثانيه المثل اللي اقول لك انا ده واحد صيني يا معاذ قولوا لي ليه صيني صح كده صح صيني صيني متعلم بس متحدث. احنا نبدا من الناحيه الثانيه هنبدا من هنا صح من هنا ده ايه اول حاجه دي ايدي دي ايد الايد اللي فوقها لا خليهم ممكن تخليهم يركزوا شويه بعد اذنك الايد اللي فيها الكتب بتقلب صينيه لا تفتكر ده مثل ده مثل صح مثل مين ده بالظبط لا تعطيني سمكه ولكن اعطيني جبنه ده مثل صيني والله العظيم بجد لا على فكره ده لا هو في هو صح صيني هو في الاخر يبقى فيها صيني المثل بس انت ايه الصين. ركز بقى ايه اللي قصدك صيني الايد دي معناها ايه الايد ده شحاته بمعنى ايه شحاته شحاته بمعنى بقى يعني واحد بيشحت منك عاوز منك ايه بتعمل ايه فلوس لا مثلا بيطلب المال طلب ايوه برافو انا فهمت انت طول اليوم انت هنا بص هنا والله العظيم ابدا والله العظيم انا مش عارف هو عايز يقول ايه هياكل علقه طب صح انت قلت طلب ايوه اقول لك انا اللي قلت لهم طلب على فكره لا هو قال طلب هو قال طلب طلب اطلب. ايوه انا قلت طلب العلم ليس الا في لا طلب العلم لا اطلب العلم اطلب العلم ولو واحد صيني لو اطلب العلم ولو في الصين برافو ايه يا معاذ ثانيه ايه ده ثانيه والله العظيم والله ما عدى الحته دي اتفضل مش اسمه اطلب العلم ولو في الصين والله ده تعبير يا ابني ايوه ولو في الصين عشان الصين يعني كوكب زحل ايوه اصلا عشان ده اعداد البرنامج يطلعك ده بجد المثل ده انا والله شعره ايوه اطلب العلم ولو في الصين ايوه الصين اصلا اصعب لغه يا جماعه زمان جدا يا معاذ اقعد ساكته معاذ انت ما بتعرفش ايه فتلاقيه دلوقتي هيقعد يزلني بيه ايوه اوكي فيلم فيلم انا تعبت بقى اللص والجن لا الجن واللص اللص المضحك اللص السرقه الوحشه السرقه المضحكه وريني كده الاجابه يا رب بتاعتها فين العين اللي ما بتسرقش انا مالي احنا يهمنا وريهم معانا ليه لا دي سهله قوي 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 فيلم طب قديم طب بره فيلم قديم ايوه ده فيلم قديم هو أيوة. فاكر اكتر افلام قديمه اول حاجه اللص اللي سارق الحرامي لا مش حرامي مش هو مضحك حرامي مضحك حرامي هو لص بس بمعنى ايه بس شويه بصيغه ثانيه لصين كده 3 4 لصوص ايوه تمام لصوص اوكي طب عندي لكم فكره كويسه والله هتريحكم احنا نجيب حاجه وانتوا حاجه يعني زي كده الاثنين اللي داخلين هو بيجيب مثلا انت جبت لعبنا احنا لا مش كده والله اصل احنا لازم ناخد الموضوع ماشي يلا طلع اي حاجه من عندك ولا عندك لا مش كده احنا قلنا اللصوص حتى انتوا الحاجه الثانيه ما احنا عارفين الاجابه اقول له جبت النص لا مش كده والله احنا عشان يعني التعاون بس عارفين الاجابه على لصوص وواحد بيضحك لصوص فيلم قديم معروف ايه اللي خلاه معروف طيب احنا ما نعرفش لصوص ولكن والله العظيم لو كنا عدنا لو كنا عندنا 21 ما كنا نعرف نجيب لصوص ولكن ظرفاء ولكن ظرفاء الكاميرا معانا دي سهله دي ده بص لا على فكره في بيت عرف قوي بقى هو قديم لا هو قديم بق القديم هو ارنب بس مش معنى ارنب قوي مش معنى ارنب قوي يعني هو ارنب بس بجمع ده بق اولا اهو بق بقى مش بمعنى بق مش مش نهائي شفايف قبله لا قبله يا جماعه في بيت عرف قوي دماغنا ماشيه ناحيه الحته دي ايه يا جماعه قبله معروف قوي جدا بس قديم الكلام على فكره انت مش موهوب انت حافظ الحاجات دي لا والله ما اعرفش اصلا الحلقه اللي فاتت كان معانا ضيوف يعتبروا خد الاجابات كلها منه ايه وما شافش الاسئله مننا طب ما ايه انا مش فا... لا ده مش موهبه دي انت غشيتها والله ما شافش اصلا الاسئله معانا من اول اليوم هم مش فاهمين طيب ديت خلاص بسم الله الرحمن الرحيم ديت القبله لكني اتذمم هي ارانب مش ارانب بس ارانب ايه بقى اللي قبل ارانب ورا الكاميرا بعد اذنك يعني شوفوا بيحلوا مجهودهم حكايته ارانب لا انتوا ورا الكاميرا انتوا جايين يعني تعالوا معانا افواه افواه لكن افواه وارانب افواه وارانب خلاص خلاص يا جماعه بعد اذنكم محدش يبوس ايدي الحمد لله الحمد لله طب انا عايزه قبل ما نكمل اللعبه عايزاكم تغنوا لنا
اي حاجه تيجي بالك، اي حاجه تيجي بالك. اختاروا اغنيه طيب عشان مش هعرف اعلو الصوت بقى عشان المايك. اي حاجه اللي يخطر في بالكم. لا قولوا اي حاجه، حد يقترحوا لي حاجه ونطلع في الاخر مش هنعرف. بتحبوا احنا فعلا اقترحوا لنا حاجه، احنا فعلا مش مجهزين حاجه، فانا عايزاكم تطلعوا حاجه منكم. لو مش يعني ما جهزناكوش اغنيه معينه. هو بحب عمرو دياب يعني يا ريت خليها عمرو دياب. غني انت بقى لعمرو دياب. تامر عاشور. خلاص هنغني احنا الاثنين مع بعض. لا مع بعض. شوف بقى حاجه احنا حافظينها احنا الاثنين. يلا بقى نشوف بقى. ضيع وقت الحلقه. يلا نضيع. ايه اللي ممكن يا معاذ نغنيها؟ ده احنا فالقين بعض، اصل احنا بنحب الغنى القديم. ايوه اي حاجه بلاش عمرو دياب. تعالى نغني امتى الزمان. يلا امتى الزمان على طول كده. شغل لنا طب حاجه. خش بالموال. يلا يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل يا اشكي لمين الهوى والكل عزالي، اضحك لهم والبكا غالب على حالي، اضحك لهم والبكا غالب على حالي، اشكي لمين الهوى والكل عزالي، اضحك لهم والبكا غالب على حالي. تخش على امتى الزمان. امتى الزمان يسمح يا جميل، امتى الزمان يسمح يا جميل، اسهر معاك على شط النيل. وحاسس ان في حاجه في ودني كده. الجو كله سكون والورد نام على الغصون. ترارن ترارن ترارن. الجو كله سكون والورد نام على الغصون. خلاص كده كفايه. برافو والله. احساسكم تحفه. طب انتوا ليه ما تغنوش؟ ما احنا لسه قلت تعالي نعيد الموضوع. التحفه دي انا سامع حاجه في ودني فمش احنا. هو المايك. المايك حد حطه في ودني. لا هو بيتهيأ. لا احنا مش احنا عندنا عيب بس انا واخويا عندنا حاجه في صوتنا صغيره ما بنتكلمش ونضحك شويه صوتنا بيجهد يعني. احنا صوتنا ضعيف شويه بيتعب بسرعه بس هي الفكره كلها هنا. يعني عشان التدريب هيروح. لا مش كده. هو هو نوع صوت يعني. ده حاجه في الصوت. هو نوع صوتنا اخرنا اغنيه واحده في اليوم بس وخلاص الحمد لله. بس كده اكتفيتوا. لا بس المفروض بنكون مسخنين يعني المفروض في تسخين وكده بس احنا عشان صاحيين من النوم على هنا على طول يعني احنا لا فعلا اول اخرنا على فكره والله قوي. لا حلو قوي صوتكم والله واحساسكم حلو جدا. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. طيب نكمل. نكمل. ما هو المثل؟ النط الحبل من غير الشورت. الشورت الشورت ثانيه معايا اللي في النص ده على فكره ملخبطنا. هو اخر حبل اللي في النص بقى هو ده اصلا اساس الاجابه. اللي في النص الكاميرا تجيبه. اللي في النص هو اساس الاجابه. الكذاب بيقع على وشه. الكذاب او هو مش معنى الكذاب قوي. المحاوره يعني انت يعني انت محضره السكريبت ومش عارفه المحاوره الاجابات معاها. ايه علاقه الشرطه بالكذب؟
وقالت الحبل بالكذب. الكذب ايوه ايوه اللي بينط أيوة. الحبل بيقع. لا 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 الكذب ايه؟ الكذب على ما بين حبل. انا عرفت الاجابه يعني. انا مش عارفه عارف الاجابه. انا عرفت. انتوا جايين تعيرونا في فشلنا. لا يا جماعه انتوا بتعيرونا في فشلنا. الكذب عامة ايه؟ احنا دايما عارفين ان الكذب ايه؟ اخر النار. لا الكذب بيكبر المناخير. لا كان زمان بيقولوا لنا احنا صغيرين دايما الكذب هتكذب مناخيرك تبقى كبيره. والله العظيم بجد غبي. قولي غبي يلا علي صوتك. قولي غبي عماله تقول لي وبتاع وانا الكذب دايما مثلا حد يقول لي ما تكذبش عشان الكذب ايه؟ بيقع على وش. لا بيكبر ال. لا الكذب اخره خيبه والصدق اخره هو. لا الكذب سلم ابو اخته. انت بتقولوا لهم؟ لا بجد انت قاعده بتقولوا لهم مساعدهم يا جماعه. ازاي ما عايز مش معايز. لا 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 انتوا يعني دايما دايما محمود عبد المغني عشان الكذب. الكذب دايما ايه؟ سر نجاح. الكذب دايما ايه؟ قصير بيأثر العمر. قصير اللاز. الكذب بيأثر الأذى. لا قليل البخت يلاقي العريف في الكرشه. المثل ده حلو جدا قوي. ما عندكمش ورق؟ ما عندكمش المثل ده؟ والله العظيم بجد. طب احنا عارفينهم مثلنا عارفينهم. الكذب أسرة أزعر ولا أزعر الأسرة؟ إيه قصير؟ ايه اللي في النص ده؟ ايه صح؟ ايه الأخير؟ ايه اللي في الأخير؟ الأخير ده الحبل. الكذب ايه بقى؟ ملوش رجلين. ربنا يحمينا. ملوش رجلين؟ ايوه ملوش رجلين لان هو بس ده تاسع مره يقولها بقى. انا من الاول خالص. طب انت في النهايه هتقول دي اختي بيسان. انا واثق وهي صح من الناس. جد بيسان بتبقى محوله مش كده؟ اه ده مناخيره كبيره. لا خلاص. طب انت قلتها على فكره والله. يا رب بيسان انت بتتفرج علينا دلوقتي. الكذب حاجه قصيره. ايه بقى الاخير؟ الحبل. الكذب ايه بقى؟ حبل قصير. برافو شاطر. الصوت المصور كان وصل لحد هنا. لا يا ماما. لا لا يا جماعه انتوا جايين تعرفونا بجهلنا. والله بتعرفونا بجهلنا. الكاميرا معايا. ما هو المثل؟ احنا مالنا بالكاميرا بقى. احنا خلينا احنا بقى كده. اوه بيعلق شماعته على حاجه. ايه هو بقى؟ الفاشل. لا الناجح بيعلق شماعته على حاجه. ميه واحد طالع. ايه دي معناها ايه؟ ده يعني انتوا بتعوموا. ده غرقان. بيغرق. بالظبط. غرقان بيتعلق بقش. كوم قشه. بتبلى قشه. بيبقى قشايه. بس دي شماعه. بتترسح. كنت عملتوا قش. لو عايزين صور قش ممكن ابعت لكم يا جماعه. اول ما تكسبوا كده ممكن تبعتوا تاني الحلقه الجايه. والله ابعت لكم لان انتوا كده بتلخبطوا الناس. والله حرام عليك. ليه بتعملوا كده في الناس؟ والله هي اللي جايه كده. لانكم الدنيا قوي يعني. قوي ايه بس؟ قوي ايه؟ دي امثله مش احنا معانا لغة الغاز تمام. المفروض انتوا هتجاوبوا. يعني احنا ما عرفناش نجيب الامثله. هنجيب الالغاز. والله يا جماعه الالغاز دي سهله. لا سهله جدا. سهله جدا. تمام ماشي. طب انا نقعد الحلقه برضو فيهم. ايه هو البيت اللي ملوش ولا ابواب ولا نوافذ؟ البيت اللي ملوش محفظتي فاضيه دايما. لا البيت ملوش ابواب ولا نوافذ. وبص عايز اقول لكم حاجه. بالظبط. طب والله اقول لك على حاجه. طب والله العظيم بقول لك ايه. انت كبرت في نظري. والله العظيم كبرت. والله اقول لك على حاجه. اقسم بالله ما سمعته. والله الله اكبر. ربنا يحميك. لا عرفت بالله. انا مصلح الله. لا لا على فكره معاذ جامد والله. تمام يلا يا جماعه دلوقتي مش كان. لا 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 بس لا الله الا ان انا ما كنتش متخيل. انا قعدت بفكر في بيت في مطروح. خلاص خلاص لحسن همشي من هنا لوحدي ان شاء الله. لا بجد يا معاذ عايش. القفص اللي مش بيعيش فيه ولا انس ولا حيوان ولا طير. الانسان. قفص الصدري. لا لا برافو يا جماعه. كبير في السن. معايا عارف انت الحركه دي. والله العظيم افضل مشالك عامل لك طول الطريق. طب حاجه انت انت اللي بتمتلكها والناس بتستخدمها اكتر منك. ما تعلي صوتك. لا لا انا الكاميرا يعني ممكن تسيبهم يجاوبوا سؤال من نفسهم. ايه الحاجه اللي انت بتمتلكها وغيرك ما بيمتلكهاش؟ لا غيرك بيستخدمها اكتر منك بس انت اللي بتمتلكها. التليفون. لا هقول لك ليه. حاجه يعني اوكي تليفونك. لا لا ما هو لا انا عايزاه يقنعني. اه طب ماشي. تليفونك مين هيستخدمه اكتر منك؟ انت بتدي تليفونك لحد؟ لا. طب اهو معاك احسن حاجه. 80 80 80. لا على فكره انا غيرت الباسورد وخليتها بصمه بس. والله والله فاجئتك النهارده. طب يعني 19 ماشي. طب قول باسورد موبايلك وانا هديك باسورد موبايل. ما تعملوا يا جماعه. ممكن جايين دلوقتي بيتكلموا. انا كنت مديله الباسورد بتاع موبايلي فلقيت ان هو مش راضي يديني الباسورد بتاع موبايلي. قمت غيرته وغيرك بيستخدمه. وبتزله بيه بقى. ايوه يا جماعه انا عارفه حركات الاخوات. ايه الحاجه اللي معاك وغيرك بيستخدمها؟ لسه عاملاها مع اخويا على فكره. الصابونه. لا طب انت حاجه تمتلكها. حاجه احنا بنمتلكها. اللبس. التصوير. طب الناس هتستخدم لبسك اكتر منك. ايوه هو ده. لا ناس غير اخوك يعني. ناس غريبه. لبس اي حد. حتى لو حد ما يعرفوش. هو ده بيعترف عليه. حد ما يعرفوش بس هو يعني عارف حاجات بسيطه منك بيستخدمها اكتر منك. اسمي. اسمي. برافو يا جماعه على الكاميرا. والله يا حبيبي بس انا السؤال ده حقيقي. عشان لو امي شافت ما تبيناش ان في حد بيحكي لنا ورا الكاميرا. عشان احنا ده انا فاضحك. ده انا بص على الكاميرا هنا. ما تزعلش على الفلوس اللي بقى والله. طب اقول لكم احنا في الجامعه على فكره احنا ما بنعرفش نغش يا جماعه على فكره. احنا لسه بس ما نغش. هو واضح يعني. لا خصوصا اصلا على فكره الجامعه ما فيهاش غش يعني يا جماعه. اه انا عايز اسالهم سؤال بقى اللي هو سالناه الحلقه اللي فاتت اللي قعدوا فيه بتاع ربع ساعه مش عارفينه. ربع ساعه اللي هو ايه الباب اللي مش ينفع تقفله؟
يا رب تكون ما اتفرجتوش على الحلقه. باب الح... باب ال لا نقعد بقى هو استني بس ايه هو اتفضل. الباب اللي جالك منه ريح. لا هو الباب الباب اللي مش بيتقفل ما بيتقفلش. باب المصايب. لا هو ما كانش باب ما بيتقفلش. لا باب زويلة. لا 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 وانجليزي يا جماعه. يا جماعه حاجه 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 معنويه حاجه حاجه ماديه. لا يا جماعه ربنا بصوا والله العظيم بجد ربنا ما يحكمكم توقفوا مواعيدين على حد والله العظيم. انا انبسط يا جماعه في ايه يعني بيقف عليا مواعيد كتير وعارفه. انتوا غششتوهم المره اللي فاتت وجاي انت غششوه دور كمان. الباب اللي ايه الثاني كده. الباب اللي مش بتعرف تقفله اللي ما ينفعش يتقفل. ما ينفعش يتقفل. باب الرزق. لا هو هو كانوا بيقولوا لنا باب الجنه وحاجات غريبه كده. يعني هو حاجه كده على طول انت هي ما تتقفلش. هي حاجه كده على طول ما تتقفلش. اه الباب اللي ما بتعرفش تقفله. امي فتحها على 24 ساعه. انا ممكن احكي المعاناه ده تسيبوني مع الكاميرا 5 دقايق هحكي لكم والله العظيم بلاوي. الزوزات هم الزوزات ما بيتغيروش. امي حتى في الحلقه ما تحبناش نقفل الباب ابدا. اه يا جماعه دول اكدوا لنا ان هم فعلا كده في طبيعتهم. لا فعلا يا جماعه واضح فيديوهات بس كمان يعني بسم الله ما شاء الله عليكم. لا بس انا عاجبني قاعد بيفكر ده قاعد بيهزر ده بجد ده بيفكر بيفكر. انت بتفكر؟ انا جعان اصلا. ثانيه بجد ايه الباب اللي فعلا ما بيتقفلش؟ اولا السؤال ده كانت جايباه يارا في الحلقه اللي فاتت وفعلا وهو الكاميرا هو اللي جاوب عليها برضو. والله لا يارا هي الباب المفتوح. برافو 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 على الكاميرا بقى احييك والله احييك. طب اقول لك على حاجه انت عارف لو كنت جبتها بمجهودك انا كنت والله اكلتك باكل. كنت عايز اقول اسمك مش فاكره. بس يلا بقى مفيش نصيب. طب احنا ممكن نرجع للجد شويه كده. نرجع للجد شويه يلا يعني شويه مش قوي. حلوين خلاص. لا لا خلاص بجد يا معز انا مش عايزاكم توجهوا كلمه للناس اللي بتتابعوكوا او ممكن لا حاجه جد يا جماعه حاجه جد يعني توجهوا كلمه مثلا للناس اللي عايز توصل لحلمها بس ما تتفرجوش علينا مبدئيا. هو ده ما تتفرجوش على الحلقه يا جماعه ده بالعكس. لا 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 بالعكس عايزين عايزين حاجه كلمتين فعلا بجد للناس. اه للناس اللي بتحبكم او نفسها حتى الناس تبقى تعمل زيكم او تحط بس 10 بس على اول سلم بجد نتكلم بجد بجد جدا. اه بجد والله بس ايه 10 جنيه هنا الاول بعد الحلقه نحطها لك تجيبها لك بعد الحلقه. كان في كان في ايه انا نسيت على فكره. انا عندي زهايمر. دي الرساله انتوا بتحبوا توجهوها. اه بصوا يا جماعه اي حد عنده حلم ونفسه يسعى له خليك وراه ونفسي الناس تعمل حاجه واحده في حياتها يعني حولوا الطاقه السلبيه اللي بتاخدوها من الناس لطاقه ايجابيه. انا قلت ايه ساعتها بجد يعني ده اهم حاجه لو اللي عايز يوصل لحلم اي احباط بيجي له حاول النجاح. انت معايا انا بتكلم يا معايز. ايوه اذا اردت النجاح فلتترك السعي. الناس يا جماعه اي حد عايز ينجح بجد ما يسعاش لان هو ما حدش بس انت لو ممكن اسعد مش هتنجح. وهي دي كلمه الزوز. اللي عاوز ينجح ما يسعاش. لا 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 بص عشان دي اللي هنختم بيها الحلقه فيلا خلاص. هم لا كلمتين بقى احنا قاعدين بنهزر هنختم بيها الحلقه بعدين. انا تلكت يلا عشان اي حد بجد يعني عنده حلم او عنده هدف يمشي وراه يعني ويصدق في نفسه وما ابدا يعني عمرك ما تخليش حد يحبط فيك ولا تخلي حد ان هو يقلل منك. طب ان كيس ان حد قلل منك وان كيس ان حد احبط فيك انت حاول الكلام ده كله لطاقه ايجابيه. ليه بقى؟ ان انت واصل غصب عنك يعني انت بتقنع الناس بيك بشغلك او بتقنع الناس بيك باللي انت بتوصله. محدش هيقتنع بيك بالكلام تمام بالظبط. محدش هيقتنع بيك غير لما تبقى ناجح بالظبط. يعني ازاي قالوا كلمه جد لمده دقيقه. اه هو كتير على فكره بقى انت لو متابعيني انا 24 ساعه طالع بجد بدي في نصايح الناس لدرجه ان انا زهقت والله العظيم. انا ما بعملش حاجه. انا بدي نفس النصايح ان هو بياخدها. هو فعلا والله نصيحه جميله وفعلا احنا كلنا اصلا بننصح اي حد عنده حلم يسعى عليه ويتعب زي الزوزات بالظبط. يخليه معاذ قال ما تسعيش عاوز تحقق حلمك ما تسعيش. ما تسعيش هنسيب لك رقم معاذ اسفل الشاشه اخش اكلمه اقول له ازاي اوصل لحلمك. اوصل لحلمك ازاي كنت لسه اقول له تسعى لحلمك. يعني انت ممكن تنام. لا بجد مبسوطين بيكوا جدا والله. ثاني واحد شد اجزاء واول واحد زاد حب وفعلا تابعوهم على البيج بتاعتهم على الفيسبوك الزوزات لانهم زي ما هم باصين لنا النهارده كده في الحلقه هيبسطوكوا على طول. احنا اتشرفنا بيكوا والله العظيم. والله احنا اتشرفنا جدا وفعلا كنت متخيل انها تبقى حلوه كده يعني. يعني ربنا هي حلوه بيكوا والله. هي حلوه بيكوا والله. لا هي احلى بيكوا احلى بالناس اللي ورا الكاميرا بجد. انا حبيتك انت في قلبي والله بجد. انتوا الاثنين مش عايز اقول لكم يعني والله نورتونا. انا ما سمعتش منهم حاجه بس يعني هم غشوك كل الاسئله. هم عسل جدا بصراحه. ادوا المازن شويه بردك. السلام عليكم. كاميرا تقرب بس معايا. خش معايا الكاميرا. زوم على وشه. حط عليه بقه. خش بقه عشان كنا محتارين عنده اللوز ولا لا. كان بيكح امبارح كتير. المهم طب انا عايزاكم تجاوبوا كلمه بقى لاختكم بيسان. بيسان هم الاثنين اخوات بنات صح؟ اثنين. بيسان لو جيت صحيتيني تاني وانا نايم والله علقك من رجلي كنت. لا بيسان كان ليها حاجه وهي طفله صغيره كانت تخش لنا الاوضه بتاعتنا. هي كانت مقتنعه ان احنا الاثنين اسمنا معاذ ومازن.
يعني هو اسمه مركب. انت معاذ وانت معاذ مازن. هي عايزه تنادي عليا بتقول لي معاذ ومازن كده يعني. فكانت تيجي توقفنا على الاوضه، ازيكم يا معاذ ومازن، وهي منعكشه كده، ازيكم يا معاذ ومازن، ازيكم. نقعد مثلا ساعه، ممكن ساعه تفضل قاعده. ازيكم يا معاذ، قبل ما ننزل الجامعه لازم فطرت ومش عارف ايه عندها. دي حقيقة. بيكم يا جماعه. وهي اللي على فكره خناقاتي انا ومعاذ، سلام عليكم، خناقاتي انا ومعاذ بثانيه هي اللي بتفكها والله العظيم، بثانيه هي اللي بتقف وسنه بتفكها. عندها اربع خمس سنين كده اهو. بس لا ما شاء الله هي عسوله جدا، خمس سنين بتقف بتيجي تقف في نص الخناقه سندال بجد، ما حدش عارف يفتحها. هي واحده؟ لا اختين. طب يا جماعه شكرا لكم ونورتونا، وشكرا اعزائي المشاهدين، استنونا في حلقه جديده من برنامجكم تلت مشكل.